ايه يا جدعان عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنفرم الموبايل ده الشاومي ريدمي نوت 11 اس واللي جاي خليفه للريدمي نوت 10 اس اللي نزل السنه اللي فاتت واللي كان موجه للناس اللي بتحب الالعاب في الفئه المتوسطه. هنشوف الهيليو جي 96 مع 6 جيجا رام هيكون اداؤه عامل ازاي في الالعاب، وهنتابع بقى طول ما احنا بنلعب الفريمات واستهلاك البطاريه والسخونيه بتاعت الموبايل ده. ومش عايزين نرغي كتير في المقدمه، خلينا نخش على طول في الفيديو. بس في بدايه الفيديو سلاش لايك بقى جميل على الفيديو، انزل اعمل لايك دلوقتي حالا، في تقريبا حوالي 90% من اللي بيتفرجوا ولا بيعملوا لايك وبينسوا يشتركوا، فالموضوع ده عامل ازمه في القناه هنا. ولو مش مشترك بقى تشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تيك، ويلا بينا على فيديو الالعاب للريدمي نوت 11 اس. طيب وزي ما بنعمل في كل فيديو العاب، نقيت خمس العاب، دول تقريبا افضل خمس العاب واكتر العاب الناس مجتمعه انها بتلعبها. نقينا لعبه خفيفه وهي سبوي سيرفرز، ليه؟ لعبه للناس اللي بتلعبها في مواصلات بقى، الناس اللي بتلعب كده العاب على الماشي زي سبوي كاندي كراش والالعاب دي كلها، فاللعبه دي بتمثله. تاني لعبه نعلب الموضوع شويه ونخش على اسفلت 9 والالعاب التقيله بقى شويه على الموبايل. لعبه الجرافيك بتاعها مش خفيف فنجربها ونشوف ده هيكون عامل ازاي. تالت لعبه هي لعبه فري فاير، ناس كتير جدا بقى بتلعب اللعبه دي. رابع لعبه كول اوف ديوتي موبايل هنعلي فيها الجرافيك والفريمات على الاخر. خامس لعبه واللي كله مستنيها هي لعبه ببجي موبايل، هنجربها على الاعدادات الافتراضيه بتاعه الموبايل، وبعدين نحط بقى ملف من عندنا ملف 90 فريم ونشوف اللعبه دي نتجنن عليها بقى ونشوف هتطلع معانا لكام فريم وايه اقصى فريمات هيديها لنا الموبايل. وفي نهايه الفيديو بقى هديك ملخص لتجربه الالعاب على الموبايل ده وتشتريه ولا لا لو انت شخص جيمر وبتحب الالعاب. وطولنا كده كتير، تعال نخش على اول لعبه معانا وهي سابوي سيرفرز. يلا بينا. قبل ما نبدا اي حاجه محتاج اوريكم ان انا فاتح برنامج الحراره في الخلفيه، وادي حراره الجهاز قبل ما نبدا او نعمل اي حاجه، الحراره 35 وبطاريه الجهاز على 43 قبل ما نبدا لعبه او قبل ما نبدا اي حاجه. نفتح بقى اول لعبه زي ما قلنا وهي لعبه سابوي سيرفرز ونشوف اعلى فريمات هتجيبها اللعبه دي كام. طبعا اللعبه دي بسيطه وخفيفه، ولكن في ناس بيجيبوا موبايل عشان يلعبوا الالعاب الخفيفه دي، فعايزين نجربها لهم كده في جيم واحد على السريع. نجرب سابوي. طبعا الفريمات في البدايه 34 فريم 60 فريم، اللعبه بتتلعب على 60 فريم زي ما انتم شايفين، وما اعتقدش الموبايل هيأثر خالص في لعبه زي دي. المعالج اللي هنا الهيليو جي 96 معالج قوي ومش موجه اصلا لالعاب بالحجم ده، اللعبه دي تعتبر صغيره جدا جدا عليه، ولكن زي ما قلنا دينا بنجربها من باب ايه؟ التسليه، ولان في ناس برضو بتحب تلعب الالعاب دي كتير سواء في المواصلات او في اي حاجه، اللي الالعاب دي بتسليها. فزي ما احنا قلنا من قبل اصلا ما نبدا اللعبه، المعالج هنا قوي جدا جدا على الالعاب الخفيفه، فانت انسى المعالج اصلا لو انت بتدور على لعبه زي سابوي والالعاب الخفيفه دي مش هيأثر معاك خالص. وخلينا نخش في التقيل ونخش على تاني لعبه معانا. تاني لعبه بقى اسفلت 9، تعالوا نشوف ايه ظروفها على الموبايل ده على اعلى اعدادات. ويلا على تاني لعبه معانا وهي لعبه اسفلت 9، واللعبه اللي مش خفيفه بالمره، اللعبه دي متوسطه ولا تقيله ولا خفيفه، ولكنها تصنف من ضمن الالعاب المتوسطه. هنعلي الجرافيك فيها على الاخر ونحط على اعلى جوده ونشوف هيدينا كام فريم وهل الفريمات هتكون ثابته ولا لا. طبعا في الالعاب دي 30 فريم كافي جدا جدا، ولكن هل هتثبت على 30 من غير ما يحصل دروب فريمز ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. نخش على السيتنجز، جيم سيتنجز، ديسبلاي، والفيجوال كواليتي نخليها هاي كواليتي وبس كده. نرجع بيقول لي انك عملت ماشي راستر اللعبه، وادي اللعبه فتحت معانا اهي. بدأ بكام فريم يا ترى؟ بدأ ب 28 30 فريم مع استهلاك للسي بي يو حوالي 45%. جرافيك زي ما انتم شايفين مع الشاشه الاموليد، الصوره حكايه. اول سباق خلص على السريع، اللعبه 30 فريم ثابتين، 31 كم ما بتقلش في الفريمات، واستهلاك السي بي يو 35 ل 40%، فدي ارقام ممتازه. طبعا المعالج بص شغل اللعبه دي بكفاءه تامه تامه تامه. وبما ان السباق ده كان سريع هخش سباق تاني على السريع برضو بحيث ايه ادي لكل اللعبه حقها، وفينش السباق التاني برضو باداء مثالي لحتى الان. الموبايل لسه يعتبر ما سخنش مني، الفريمات ثابته على 30 فريم ما بتقلش في اللعبه، الاداء ثابت وسلس ومستقر. وتعالوا نبص بصه كده على الحراره بعد ما خلصنا اللعبتين دول، نبص الحراره وصلت ل 42%. 42% رقم الا هي ال 41، رقم مش قليل ومش عالي، رقم يعتبر متوسط.
هننتقل اكتر على الموبايل ونشوف هل الحراره هتزيد بقى بشكل لا يطاق ولا لا، ده اللي هنعرفه. تالت لعبه وهي لعبه فري فاير موبايل، تعالوا نعلي الجرافيك فيها برده ونشوف الاداء هيكون عامل ازاي. ويلا على لعبه رقم 3 معانا وهي لعبه فري فاير. يلا نشوف فري فاير كده، نلعب جيم على السريع ونشوف الدنيا. وقبل ما نبدا الجيم في فري فاير حابب ابص على السيتنجز برده وبعدين ديسبلاي ونشوف، نختار هاي فريم ريت، اعلى فريمات موجوده، واديني يا عم لا انا عايز اعلى فريمات مع كواليتي الترا، وعايزها فيفت مشبعه كده وبس كده. اعتقد كده احنا جبنا كل حاجه، يلا بقى استرل ونشوف هتدينا كام فريم. قبل ما اللعبه تبدا الفريمات 40 فريم 60 فريم، يلا بينا نركب الطياره ونشوف ايه الدنيا. في الطياره الفريمات 56 فريم 60 فريم، بتوصل لل 60 عادي جدا من غير ادنى مشكله حتى الان، ولا في برضه مشكله حراره. احنا داخلين في نص ساعه متواصل لعب على الريدمي نوت 11 اس والدنيا حتى الان زي الفل. يلا ننط من الطياره. ونبص بص على الفريمات، الفريمات زي ما انتوا شايفين 60 فريم 60 فريم، مفيش ولا دروب فريم واحد ولا الهوا، واللعبه كانت شغاله زي الحلاوه الصراحه على اعلى جرافيكس زي ما انتوا شايفين، اعلى جرافيك في اللعبه واعلى فريمات لعبه فري فاير. هنا بشكل مجمل الصراحه الموبايل ده لحد دلوقتي
سواء الالعاب الخفيفه زي لعبه سابوي سيرفرز ولعبه اسفلت 9 الالعاب اللي هي المتوسطه، ولعبه زي لعبه فري فاير اللي هي شعبيه كبيره جدا في ناس هيشتروا الموبايل عشانها، ادائها هنا هيكون على الموبايل ده جبار، مش هتلاقي اي مشكله في الثلاث العاب دول. تعالى نبتدي نعلى بالليفل بتاعنا. رابعا معانا لعبه كول اوف ديوتي موبايل، هنشوف ايه اعلى اعدادات مفتوحه وهنلعب عليها ونشوف هتدينا كام فريم. والموبايل بدا يسخن مننا بقى، الحراره اهي بدات توصل 45 درجه، الموبايل بدا يتفسلنا من ناحيه الكاميرات، ولكن حتى الان ده فيان بسيط خالص خالص، مش سخونيه ولا حاجه. ونفتح كول اوف ديوتي موبايل ونشوف جيم سريع كده، نشوف ده هيكون عامل ازاي على الموبايل ده. ولو اني اتوقع انها هيكون زيها زي فري فاير، الاداء هيكون ممتاز، ولكن برضو للتجربه نشوف هتصاد فريمات ولا لا، الموبايل هيسخن في اللعبه دي، ايه اللي هيحصل وايه اعلى فريمات هنلاقيها هنا، هنشوف كل ده دلوقتي. طبعا مش عايز اوصف لكم قد ايه ان الموبايل يكون فيه شاشه اموليد وانت بتحب الالعاب، الموضوع بيكون رهيب، الوان مشبعه كده وجميله والدنيا حلوه. يلا بينا نخش على سيتنجز ونشوف الاوديو جرافيكس، اعلى جرافيك موجود الميديم واعلى فريم ريت هو الهاي، فعملتها على اعلى حاجه. وهبدا معاكم جيم ايه نجرب بيه بس اللعبه، يلا بينا. الجيم هو لسه بادئ، الفريمات 28 فريم 60 فريم كويس جدا، الفريمات هنا 60 والسي بي يو 45. يلا بينا، اللعبة سلسة جدا، اسلس كمان من فري فاير. تاني يلا يلا يلا، اللعبة مش عايز اقول لكم بتطير بتطير حرفيا. يعني عايز يموت بالطيارة فعلا. انت ديش بوم، لا اللعبة هنا سلسة جدا جدا جدا. الفريمات كام؟ فريمات 60 فريم، 60 فريم في كول اوف ديوتي موبايل، 60 فريم في كول اوف ديوتي موبايل على اعلى اعدادات وعلى جرافيكس. الاداء الصراحة هنا خرافي 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 خرافي، حرفيا الاداء مش هتحتاج معالج اصلا اكتر من كده في لعبة زي دي. لو انت جايب الموبايل عشان كول اوف ديوتي فانا انصحك بشدة تجيب الموبايل ده، اللعبة سريعة بشكل مش طبيعي، اسرع كمان بقول لك من فري فاير. لا انا مبسوط جدا الصراحة من اداء الموبايل ده في اللعبة دي بالتحديد، دي تقريبا ده اسلس من سابوي. تصدقوا اللعبة هنا سلسة بشكل، بصوا من غير اي دروب فريم واحد، بصوا 60 فريم، يعني اداء الموبايل ايه مع استهلاك سي بي يو 38 او 40%، فالاداء الموبايل ده هنا الصراحة في اللعبة دي مجنون، يعني اللعبة مثالية عليه. وكمان ممكن نقلل الجرافيك كمان نخليها اقل من كده، بدل ما هو ميديم نخليه لو، هيدينا المفروض فريمات اكتر كمان، او على الاقل لو ما اديناش فريمات اكتر هيدينا استقرار كمان في الفريمات. فلا اللعبة دي انصح بشده اللي جايب الموبايل عشان كول اوف ديوتي، الموبايل ده هيكون خيار ممتاز 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 بالنسبه لك. كفايه كده على كول اوف ديوتي. بس قبل ما نخش بقى اللعبه اللي بعد كده، تعالوا بعد ما نقفل كول اوف ديوتي نشوف الحراره. الحراره وصلت 46 درجه، الموبايل دفى سنه برده من نقطه الكاميرات، ولكنه عادي قابل للاستخدام عادي، يعني الموضوع مش مولع، الموضوع سخن شويه ولكنه شغال. ويلا على اللي بعد كده، وخامسا اللعبه اللي كله مستنيها وهي ببجي موبايل. يلا بينا، قلت لكم هعمل ايه في ببجي، يلا نعمل اللعبه اللي كله مستنيها، لعبة ببجي موبايل. تعالوا نشوف كده ايه اعلى فريمات مفتوحة على الموبايل ده. طبعا هنلعب جيم عادي تي دي ام مثلا او حاجة يكون بالفريمات الافتراضية بتاعت اللعبة، وبعدين نحط ملف من عندنا نكسر الفريمات بقى ونوصل ل 90 فريم، ونشوف الموبايل ده هيصد معانا على 90 فريم ولا لا. يلا بينا. طبعا دي واحدة من اتقل الالعاب الموجودة على الموبايل، واللي بعتبر فعلا باختبارها بيتم اختبار الموبايل واداؤه في الالعاب. سيتنجز، بصوا بقى اعلى جرافيكس مفتوحة على الموبايل، عندك سموث والترا دي على حاجه، ولو عايز اتش دي ار مفيش، في اتش دي وهاي ده اللي موجود، ممكن نخليها كلرفول، وهنلعب اتش دي و30 فريم وهنشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. ولكن قبل ما نخش ندخل معانا واحد صاحبنا، هو دخل معايا قبل كده ولعب معايا، هو بيبعت اهو بحيث ايه يشاركنا اللعبه كده. موجوده والتيم ديث ماتش، بس ده 8 ضد 8، ويلا بينا على جيم تيم ديث ماتش 8 ضد 8، انا المره في 8 ضد 8، ونشوف بقى ده الموبايل هيكون عامل ازاي. طبعا انا عاملها اتش دي وهاي، فريمات المفروض تكون 30، يعني ما تعديش 30. يلا بينا. ايه ده؟ يا جماعه انا مش عارف اطلع. هوب 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 هوب. ايه ده؟ ايه ده؟ بوبا 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 بوبا، يا لا دي عامله كده ليه؟ دي عشوائيه بشكل غريب. ايه ده؟
يا ابني شكلي وحش يا ابني. 80 كلاية اهو، كلاية كلاية كيران. هوبا 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 هوبا. انا اكلوني اي، انا باخد على دماغي، الموضوع غبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بس احنا كسبانين. هوبا هوبا. لا يلا اي اي يلا، فضلنا كلتين. وايه كسبنا جيم تي دي ام 8 ضد 8، الفريمات 30 فريم، 6 كلات. ماشي حلو، تعالوا بقى ايه، نحط ملف ونفتح 90 فريم على الموبايل ده وندمره بقى، نجيب اجل بقى نشوف هيطلع معانا الكام فريم. وبعد ما حطينا الملف تعالوا بقى نفتح اللعبه ونعلي الفريمات على اقصى حاجه ونشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي في اللعبه دي. ولا يسالني تحت جبت الملف ده منين او ايه الطريقه، هيظهر لكم في الاي اللي فوق دي ازاي تنزلوا الملف بتاع 90 فريم على الموبايل ده، وهيظهر لك برده الفيديو بتاع ازاي تشغل 90 فريم على كل موبايلات شاومي. تعالوا نبص بقى على الفريمات، بص الفريمات كام، 80 فريم شايفين، ادي 78 81 فريم ببجي موبايل. يلا بينا يا ابني هات 1.8 ضد 8 كمان، يلا بينا. تعال نجرب بقى من عليه الفريمات ده هيكون عامل ازاي. طبعا احنا بنتكلم في حاجه مجنونه اساسا، لو مفيش حد هيعملها او لو في حد عملها يبقى فريمات اهي 64 73 74 كده، احنا بنقلب الفريمات لاعلى حاجه ممكنه. تعالوا بقى نجرب نلعب. هاي كان الفريمات لا تصنع لعيب. هاي الفريمات 58 53 60. هاي يا جماعة أنا ابتدي أحس إن اللعيب فيا. إيه ده، ده بيجيبوني إزاي؟ اخيرا كلاية. قوم قوم بتعمل ايه؟ فريمات كام دلوقتي؟ 53. تعال نخلي البالانس دي بيرفورمانس، تعال نشوف كده ايه الدنيا. طلعت ل 85 فريم فجأة. هنجرب نلعب كده تاني. ده بيقتل ايه ده؟ ده بيقتلنا احنا الاتنين في ضربة واحدة، ده جامدين اوي. يلا بينا، لازم يعني اعلي لكم الفريمات. اي احم الفريمات 62 64 يعني واضح ان حتى بالملف الفريمات بتطلع من 60 ل 70، مش هتجيب اكتر من كده. ايه ده انا بموت منين؟ إيه؟ خسرنا الجيم 90 فريم، اهي 90 فريم بعد الجيم خلص. ومن هنا بقى نستنتج الاتي، دلوقتي احنا لعبنا جيمين 8 ضد 8 في لعبة بابجي موبايل، فالجيمات ال 8 ضد 8 دي بقى فيها زحمة واللعبة بتحتاج تعمل لود لشخصيات كتير في نفس الوقت، فإيه طبيعي يحصل دروب فريمز. فالدروب فريمز اللي كانت بتحصل في اللعبة واضح إن أثناء الفايت البتاعة بتنزل، الفريمات بتنزل لحوالي 50 ل 60 فريم. أما في الوقت بقى الفاضي أو أنت مثلا لو أنت بتلعب كلاسيك وماشي بتتمشى كده، أو مثلا زي ما أنت شايف في المنيو هنا والقائمة الرئيسية، من 80 ل 90 فريم. فانت هنا عندك في الموبايل ده هتاخد 90 فريم، ولكن في القوايم او مثلا وانت راكب عربيه في بابجي او وانت مثلا ماشي بتتمشى في الزرع، لكن لو ساعه الفايت اللعبه تنزل من 60 ل 70 فريم، وده يعتبر رقم ممتاز على فكره، ممتاز للموبايل. ويلا بينا نختم الفيديو وندي تقييم عام كده على الموبايل في كل الالعاب اللي لعبناها دي. يلا بينا. وبس كده بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع تجربه الالعاب على الريدمي نوت 11 اس. ختاما ومن وجهه نظري الموبايل ده يستحق الشراء في 2022.
الاسعار زادت وما ينفعش تقارنه اصلا بموبايل زي البوكو اكس 3 برو. طبعا لو لقيت البوكو اكس 3 برو رحت تشتريه على طول لو انت جيمر بس، ولكن من وجهه نظري وزي ما قلت السنه اللي فاتت الموبايل ده او فئه الاس بتكون متكامله اكتر عن فئه الاكس 3 برو ببساطه، لان عندك هنا شاشه افضل بكتير، كاميرا افضل بكتير عن البوكو اكس 3 برو. ولكن لو يهمك الاداء بس والالعاب بس في الموبايل فطبعا الاكس 3 برو. اما لو بتتكلم على الاداء والالعاب بتوع الموبايل ده، فاداء الالعاب الموبايل ده اداء موبايل متوسط، في الالعاب هيكون ممتاز ولكن ممتاز في الحدود بتاعته، يعني هو لحد 60 فريم بالعافيه هيوصل لها بس، ودي اقصى امكانياته. فعلى اساس ده الموبايل ده ممتاز في نقطه الالعاب، ولكن لو بتقارنه بموبايل زي البوكو اكس 3 برو لا طبعا البوكو اكس 3 برو هيكون افضل منه. وبس كده كانت نهايه الفيديو النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك لايك جميل على الفيديو ده، واشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تيك، اشوفكم فيديو جديد. سلام.